بتعد سكك حديد مصر أول خط سكة حديد تم إنشاؤه في إفريقيا والشرق الأوسط والثاني على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة. وعقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم أصدر تعليماته بإعادة تأهيل وتطوير مرفق السكك الحديد وبأسرع وقت للحفاظ على سلامة الركاب الذين ينتقلون بشكل يومي عبر خطوط هذا المرفق. للمزيد عن تطوير الهيئة تابعوا هذا التقرير. سكك حديد مصر تعد أول خط سكة حديد تم إنشاؤه في إفريقيا والشرق الأوسط والثاني على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة، حيث بدأ إنشاؤه في العام 1834. وتعتبر سكك حديد مصر من أكبر المؤسسات المهمة المتخصصة في مجال خدمات نقل الركاب والبضائع في مصر والعالم العربي، وهي العمود الفقري لنقل الركاب في مصر، حيث تنقل ما يقرب من 1.5 مليون مواطن يومياً عبر خطوطها المختلفة التي تغطي أغلب محافظات الجمهورية. وتبين اهتمام الحكومات المتعاقبة على مر التاريخ بتطوير خطوط السكة الحديدية، حيث زاد هذا الاهتمام خلال بناء السد العالي، وامتدت حينها خطوط السكة الحديد إلى الصعيد من أجل نقل الركاب والمعدات والعاملين المشاركين في هذا المشروع الكبير. وتحتوي هيئة السكك الحديدية على العديد من المحطات الرئيسية والفرعية والمتوسطة، منها 22 محطة رئيسية و59 محطة مركزية و60 محطة متوسطة و654 محطة صغيرة منتشرة في كافة محافظات مصر. وعقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم أصدر تعليماته بإعادة تأهيل وتطوير مرفق السكة الحديد وبأسرع وقت للحفاظ على سلامة الركاب الذين ينتقلون بشكل يومي عبر خطوط هذا المرفق. وسرعان ما تعاقدت الدولة مع إحدى الشركات العالمية والمعنية بتحويل الإشارات الميكانيكية إلى إشارات إلكترونية لجميع خطوط السكة الحديد، وهو نظام يوفر درجات أمان عالية وتعمل به جميع خطوط السكك الحديدية على مستوى العالم. وتحتاج خطوط السكة الحديد في مصر إلى ما يقرب من 180 مليار جنيه من أجل إعادة تطويرها والنهوض بمستوى خدماتها بالشكل الذي يليق بها. وتسعى مصر إلى تحديث منظومة القطارات بحيث تضاهي كل منظومات السكك الحديدية الدولية، وهي تتخذ خطوات سريعة وملموسة في هذا الشأن. ولمزيد من التفاصيل معنا بالصوت والصورة لواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية. أهلا بك سيادة اللواء مدحت. بداية يعني استعرض التقرير ربما تاريخ السكك الحديدية وأيضا المحطات وما ينتمي لهذه الهيئة، ما هي خطتكم الآن ومتى ستبدأون؟ اهلا بيك يا فندم واهلا بالساده المشاهدين بتوع حضرتك، نرحب بيك يا فندم. اهلا وسهلا. ان شاء الله احنا الخطه ماشيين فيها في اتجاهين، في خطه عاجله ودي اللي شغالين فيها حاليا، ان احنا بنمسك العربيات اللي عندنا وبنعيد تاهيلها وتطويرها وتحسينها، والجرارات اللي عندنا بنستنفذ قوانا بالكامل في ان احنا نستعيد صلاحيتها وكفاءتها بقدر الامكان حسب المتاح عندنا. وفي خطة مستقبلية على مدار الخمس سنين شغالين فيها، في ان احنا هنجيب قاطرات جديدة ان شاء الله وفي عربات جديدة موجودة، فاحنا شغالين في الجزئيتين عشان ما نعطلش عشان نقدر ننهض بالمرفق الهام ده. طيب سيادة اللواء، هو المفروض الخطة ان فيها احلال وتبديل، يعني هل في عربات قديمة سيتم تأهيلها مرة اخرى ام انه كله سيتغير كما قلت انه لكي لا يتوقف العمل؟ يعني هو حضرتك انا على ما هجيب عربيات جديده قدامها سنتين، فمش معقول ان انا هستنى سنتين ان انا ما اعملش حاجه لغايه لما تيجي العربيات الجديده، لا، لينا دور بنعمله في هيئه السكه الحديد بعمالها ومهندسينها وفنيينها وكل الناس اللي فيها. احنا بناخد العربيات اللي موجوده واللي هي صلاحيتها على وشك الانتهاء وبنعيد تجديدها تاني وتحسينها تاني وتطويرها تاني وننزلها على الخطوط، زي حضرتك في القطر اللي احنا منزلينه في ابو قير اسكندريه. تمام. ده كان قطر من القطرة اللي موجودة واتاخد إعادة تأهيله بالكامل تاني عندنا في الورش الخاصة بالسكة الحديد. طيب من المفترض أنه لجنة النقل بتدرس الآن عروض مقدمة ربما من شركات عالمية لتوريد 100 جرار، لو حضرتك تحدثنا عن هذه العروض ومن أين تحديداً؟
هو حضرتك كان في البنك الأعمار الأوروبي في عارض أنه هيجيب لنا 100 جرار إن شاء الله بإذن الله، وفي حوالي 13 شركة تقدموا، في استشاري للبنك في المشروع دوت، وإحنا بنقدم المواصفات الفنية بتاعت السكة الحديد طبعا. ورسي الموضوع في النهاية على 5 شركات، ال5 شركات بعتوا لنا الملفات بتاعتها في السكة الحديد، وإحنا حاليا بندرس الشروط الفنية لل5 شركات دي. نعم، إلى أي مدى تعويم الجنيه ربما أثر عليكم في أو سيؤثر عليكم في هذه الخطة، أو ربما يقف عائق مثلا؟ لا، احنا كل حاجة طبعا بتأثر علينا، بس أحب أطمن حضرتك الحمد لله احنا واقفين وصامدين، وده لصالح الجمهور والشعب المصري. يعني السولر لما غلي في شهر 11 احنا ما لجأناش ان احنا نرفع تعريفة الركوب اطلاقا بالمرة، بالعكس حملنا الفرق علو السولر عشان خاطر الراكب الدرجة الثالثة. فحضرتك الدولار لما بيقل طبعا بينفعني، لان معظم قطع غيار ومعظم ادوات الصيانه بتاعتي ومعظم القاطرات ومعظم العربات دي بتيجي من بره، بتستورد من بره. فالى حد ما لما الدولار بينزل الاسعار بتخف معايا طبعا طبعا. صحيح. طيب تحويل المزلقانات من مزلقانات يدويه او من العمل اليدوي الى العمل الالكتروني، يعني انتم لديكم تقريبا 1089 مزلقان تم تحويل فقط جزء ضئيل منها، رقم ضئيل بيقدر ب 178، انتم تنظرون الى هذه الجزئيه كيف سياده اللواء؟ لانها مهمه ايضا، بتحد من الكثير من الحوادث. يا ريت حضرتك بقى تقولي لي ال 178 مزلقه انت عملوا في قد ايه؟ يعني عشان الناس تعرف مدى المجهود اللي تم اديه حضرتك. انا عندي 1089 تموا السنه دي، في خلال السنه اللي احنا فيها دي 2016. أنا حضرتك عارفه انا بقى لي 10 شهور بقى لي 10 شهور حضرتك، فطب ما فيهم حوالي 150 مزلقه في ال 10 شهور دول. فاحنا شغالين على كذا مساق. ليه؟ لان دي حاجه يعني ليها علاقه بارواح المواطنين، واي حاجه ليها علاقه بارواح المواطنين لا نتوانى ان احنا نشتغل فيها باسرع ما يمكن. طبعا فايده كبيره ان النظام التحكم الجديد النظام الالكتروني ما بيخليش فيه فرصه للعامل المزلقان ان هو يشتغل او يخطا او يسهر او ينام او لاخره، لانه بيشتغل اوتوماتيك مع قدوم القطر ومع مغادره القطر من المزلقان. طيب، هل نتوقع سيادة اللواء أنه في خلال هذه الخطة ربما تزداد تذاكر أو أسعار تذاكر القطار؟ يعني بيتردد أحيانا. لا وحضرتك أنا قلت قبل كده مش هقدر أزود أسعار في القطارات إلا إذا قدمت خدمة لائقة بالسادة الجمهور الركاب. يعني ما ينفعش ان انا على الوضع الحالي وازود عليه التذكره، لكن انا لما بجدد قطر جديد وبنزل قطر ازاز، شبابيك، ابواب، دورات ميه، اناره، كل حاجه، برفع التذكره في القطر ده بس سنه، والتاني متاح، اللي عايز يركب ده موجود واللي عايز يركب ده موجود، لكن انا ما اقدرش اطالب الساده الجمهور بان انا ارفع التذكره بدون ما يكون في خدمه مقدمه، لان الجمهور واعي جدا والجمهور بيحترم السكه الحديد وبيقدرها، وعارف ان هو لما ياخد خدمه هيدفع قدامها يمكن المقابل او اكثر كمان. يعني خلال هذه الخطه التي يعني ستاخذ من الوقت 5 سنوات كما تقول، لن نشهد زياده في اسعار التذاكر، ربما بعد 5 سنوات نتحدث. لا حضرتك ما تقوليش بعد 5 سنوات، افرضي بعد 30 جات لي عربيات جديده هنزلها بسعر جديد. نعم سيادة اللواء، أنا بشكرك شكرا جزيلا. اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية، شكرا ليك يا فندم.